اوكي خالد، هذا منتج اسمه حلاوه زلابيه. هاي حلاوه زلابيه هي حلويات مربوطه بالعادات والتقاليد في مدينه نابلس، بتتاكل مع خبز اسمه زلابيه مقلي هري، خبز زي خبز البوري الموجود عندنا. الجميل بهذا المنتج انه كان ناس لحد هاي اللحظه هو مربوط في العادات الموجوده هناك، فكان اي شخص بروح يزور امه، بحب امه، بحب اخته كذا، كان ياخذ هذه الهديه معها كمحبه. فكان الاب حتى كمان لما يجي ولد جديد كان يروح يوزن ابنه، يوزع وزن ابنه حلاوه زلابيه للناس، من 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 يعني بيعبر فيه عن حبه واحترامه للناس وشكره لهم. كمان الناس ايام زمان كانوا يبلشوا يومهم الساعه 3 الصبح او 3 الفجر، فكانوا للساعه 8 الصبح ياكلوا هذه الحلاوه الزلابيه بالخبز تبعتها، عشان من باب انهم تصبرهم على اليوم، عشان هون طلع اسم تصبيره انها بتصبرك على الجوع. وحد هاي اللحظه اي حدا نزل على نابلس لازم يجيب معاه لاهله حلاوه زلابيه لعمان. من هنا بلشنا نأسس شركتنا لي سكرة، اللي بتساعدنا انه ننتج كل الحلويات المربوطة بالعادات والتقاليد في الوطن العربي، اللي احنا كتير قصص ما بنعرفها عنها، عشان نقدر برضو نساعد النساء الموجودين في البيوت اللي بيعرفوا سر هاي الطبخات او سر هاي الحلويات ينتجوها، نوظفهم معانا، و10% من دخلنا ندعم مشاريع تانية كمان موجودة في المجتمع. شكرا كثير.